عارف ايش بدي هون؟ انا ليه؟ بدي اشتكي على اهلي. ليه بتشكي على اهلك؟ واخيرا شمس المعارف. عم ما تتغرش قوي كده، يمكن يكون اخر كتاب بنقراه. مش يلا عشان نقراه يا جدعان؟ انا مش مطمن الموضوع ده. انت ما بتردش علينا ليه يا عم؟ عشان انت كمان في 1924 كان في خمسة دول نفس ماضيتنا كده، فضوليين، كان معهم كتاب شمس المعارف. كتاب شمس المعارف. الخمسة دول قرروا انهم يقرأوا الكتاب. كان في واحد فيهم جبان، بعد ما فتحوا أول صفحات منه قال لهم نبطل، أنا خايف مش مطمن. لما قرروا إنهم يتراجعوا الأول مات، والتاني مات، والتالت مات، الرابع اتحرق، الخامس بوم. طب بتخضني ليه يا عم؟ أنا مروق. خد بس، رايح فين؟ خد استنى يا عم، انت رايح فين؟ عايز تلحقهم؟ انا سمعت صوت بره، هطلع اشوف فين. مش دايما الفضول بيعدي كده بالساهل، ساعات بيقتل، وانا اخترت اني اكون القاتل المرة دي، بس هقتل الكتاب ده واحرقه قبل ما حد يتأذي بسببه.